امبارح كمان المتحدث باسم وزاره الخارجيه احمد حافظ ادان قيام القوات الاسرائيليه بهدم اكثر من 70 منزل ومبنى في قريه حمص البقيعه في محافظه طوباس بمدينه الاغوار في الاراضي الفلسطينيه المحتله، اللي تسبب في تشريد عشرات الاشخاص والاطفال. اعتبر ان هذا الاجراء انتهاك واضح للشرعيه الدوليه ومقررات القانون الدولي الانساني.